كما تتشوفوا الطوموبيل اللي قلت لكم ها هي، خلي نصورها عن قرب، نصور لها بعدا في الاول الكاروسري ديالها. هي موديل الخطأ 2004 ديوانه 2010. كما تعرفوا ان السينيك من بين الطوموبيلات اللي ممكن تشريهم من 7.5 لتحت، لان الميزانيه ديالو 7.5 7.5 ملايين لتحت، ممكن يشري سينيك على حسب النقاط ديالها وعلى حسب اش من عام والديوانه ديالها. نعود نشوفوا الكوف ديالها كبير، يعني اللي بيهز فيه شي حاجه ولا شي حاجه هو هذا. كاين شي طبيعات تما يتحيدوا مع الغسيل ولا لافاج كومبلي اللي بيغسلها ولا غسلش. عاودو نطلعو هنايا نشوفو لتحت. هادي السكور، اللوازم تاعو، الكريك الى اخره. طوموبيل نقية تبارك الله. نعاود نخليكم باش نمشي نشوفو جهة الموتور. حنا عاودتنا رجعنا ليكم باش نعاودو نوريكم جهة الموتور. اول حاجة نهضرو على النقعة تاعها، يعني ما كاين لا كسيدة لا والو. تلاحظو ان الطوموبيل القدام تاعها تاهو نقي، كلشي مأجستي بلاصتو. نشوفو الكابو، نتمنى ان الصورة تكون تتبان ليكم بوضوح، وخا تنصور فوق حيت كانت الشمس مشعدة. كابو نقي، يعني ما كاين لا ضربة لا والو. الطوموبيل زعما مزيانة، اللي بيكسبها مزيان. حتى في الكونسوماسيون تبارك الله جربناها مليحة في الكونسوماسيون. مولاها يلا ركب ليها باتري جديد قبل ما نشدوها من عندو، كان يلا ركب ليها باتري جديد باقي في الكارونتي تاعو، كاين الكارونتي ديالو. والموطور تاعها هو هذا. بالنسبة للحوتات وكل شيء ما كاين لا ضرب لا والو، حنا تنبيعو لكم الطوموبيل بالكارونتي. يعني كان فيها شي مشكل شي كسيدة ولا شي حاجة الطوموبيل ديالنا. الطوموبيل مليحة. نعاود نشوفو مرة أخرى الطوموبيل على برا. ولا شوف فيها حتى اللون اللي فيها تبارك الله زوين. تلاحظوا الطوموبيل نقية، يعني ما كاينش الاكسيدا لا سونطوفير لا حتى حاجه. الطوموبيل واخا موديل 2004 بالنسبه نقيه بزاف بالنسبه للاج ديالها. حنا كما تشوفوها ثاني مره اخرى مع لابرا. وما تنساوش دعمونا بالاشتراك تاعكم في القناه وتفعيل الجرس، تخليو لنا شي جيم الفيديو. ولا عندكم اي تعليق واي تساؤل ممكن تخليه لنا في الكومونتير، والارقام تاعنا دائما غتكون اسفل الفيديو في صندوق الوصف. سواء بغيتي هاد الطوموبيل ولا بغيتي طوموبيل اخرى ولا بتسول اي معلومه، ممكن انك تتصل بنا مباشره على الرقم ديالنا. كما قلت لكم طوموبيل من بين الطوموبيلات العامرين، ديماراج ستار